الاستاذ ياسر محمد في وسام الشهاده. بعدك اليوم ابكاني وادمى فؤادي بعد قرباك يا غالي حرمت السعاده. كلمات الشاعر ابو رعد الشماع في رثاء الشهيد الحي ابو عمار آل الشماع محافظه المحويج. لحنها فايز ابو شمس عزفه ابو خلي عبد الفرحان ويدحى زياد فرحان. معاكي تسهيلات الفايز ذمه. بعد ما نال مقصوده وحقق مراده ترجل الليتنين صيته ملا كل وادي راعي الطيب والجوده ومولى السياده. ترجل الليتنين قد جاب داعي الجهادي وذاد بالنفس عن دينه وعزة بلاده. وذاد بالنفس عن دينه وعزة بلاده. اترجل الليتنان سلك سبيل الرشادي من مع الله وحده منهجه واعتقاده. اترجل الليتنان لبى نداء المنادي من رفع راية التوحيد واعلن جهاده. شد رشاشة لقبضة زنادة. اترجل الليتنان حارب فلول الفسادي ليس من اجل من صبح وتولي قيادة. حنشاف المحارم تنتعك في بلادي حين شاف المحارم تنتعك في بلادي شاف صوت الضمير الحي غاب انتقاده. حين شاف المحارم تنتهك في بلادي شاف صوت الضمير الحي غاب انتقاده. شاف الردي قد زل حد التمادي من على الشعب جاء يحمل شعار الإبادة. حين شاف الكرامة في ضميرة تنادي أي شباقي وحوان اليوم ساعة حصادها. فضل فارس المقدام صهوة جواده. الله يرحم عظامك يا الشهيد القيادي فاز ياسر محمد في وسام الشهادة. بعدك اليوم أبكاني وأدمى فؤادي بعد فرباك يا غالي حرمت السعادة. أسأل الله يجمعنا بيوم المعادي وانت تشفع لخلانك بتلك القلادة. في رثاء الشهيد الحي جف الندادي والوطن بعدك أعلن يا خليلي حدادة. والصلاة والسلام
النبي المصطفى مولى الهدى والرشادة. التواصل مع فايز ابو شمس على هاتف 7216-4090 او 7111-5-0-490.